العامري على تحقيق الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. تهانينا. تهانينا والناموس لكل الفائزين. نذكر بأن صاحبة المركز الثاني في الشوط الرئيسي الأول نهب للسيد سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. تهانينا والناموس للجميع. تهنئة لكل من فاز في الأشواط الرئيسية. شوطا جديد وأخي محمد بن عايض الصواط يتواصل بثالث الأشواط. شكرا مطلق العنزي، شكرا محمد بن بريك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في انطلاقات هذا الصباح من هنا من أرضية ميدان الشحانية، حيث تنطلق منافسات سن الإجذاع. على بركة الله تعلن انطلاقة ثالث الأشواط، شوط رئيسي خاص بالإبكار العمانيات، يحمل لنا نخبة الإبكار العمانيات في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. نتابع الأسماء المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. أبدأ مع البداية وأتابع الصباحية هنا على أول المراكز لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، من تتقدم على البداية والصدارة، من تتواجد في هذه الانطلاقة على أول المراكز. بينما أتابع ثاني المراكز شفوق، شفوق هنا القادمة مع ثاني اللحظات، أو شديدة، شديدة قادمة بشعار سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، تتقدم مع هذه اللحظات بشعار الهادي. بينما أتابع هناك صوغة، صوغة المتواجدة مع ثالث المراكز فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة، يقدم لنا شعاره وتواجد وانطلاقة صوغة في شوط العمانيات الرئيسي. بينما أتابع الأسماء والقادمة في هذه اللحظات والمتواجدة من خلال هذه الانطلاقة، أتابع شرح هنا شعار بن دلموك القادم مع هذه اللحظات، يتقدم أيضا شعار علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. وهناك أتابع، أتابع القادمة سلام لسالم بن عنزان، أتابع هناك الوصول من الزود مبارك بن راشد الخيارين، ولكن أيضا الاسم القادم هنا مشهورة صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. الله إلى الأسماء، الله إلى التحديات القادمة. ولكن أعود إلى البداية، أعود مع الصباحية. الصباحية هنا تتواجد منذ الانطلاق على أول المراكز، أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي هنا مع البداية والصدارة مع انطلاقات هذا الصباح مع شوط العمانيات. ولكن الهادي، الهادي القادم بشديدة هنا مع ثاني المراكز سعيد بن عبد الهادي الشهواني يصل في هذه اللحظات. بينما أتابع الاسم القادم هنا، الله الله الله، أتابع القادمة في هذه اللحظات، الزود، الزود تصل مع هذه اللحظات، مبارك بن راشد بن مبارك الخيارين. ولكن أتابع هناك الأسماء القادمة، وصول من الدانة، شعار بالسيقان يصل في هذه اللحظات، يقدم لنا الدانة حسين بن علي بن حسين أبي السيقان المري. الله هي التحديات. وهناك شعار بن دلموك قادم مع شرح علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. الله، الله هي الأسماء. شوط رئيسي يحمل لنا هذه التحديات، شوط العمانيات. بن دري أبي السيقان قادم، الله الله الله. ولكن الصباحية، الصباحية بشعار بن دري هنا مع البداية والصدارة
السيارة أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي. السيقان قادم هناك يقدم لنا الدانة حسين بن علي بن حسين. السيقان يتقدم في هذه اللحظات الهادي يتابع الموقف مع شديدة هناك من الجانب الآخر. سعيد بن عبد الهادي الشهواني بن دلموق قادم يقدم لنا شرح علي بن فرج بن حمد بن دلموك ووصول من مشهورة صالح بن مطر بن ضابط الدوسي يتقدم في هذه اللحظات. الله الأسماء الله التحديات. اشتد الصراع الكل قادم مشاهدين الكرام، ولكن بن دري الصباحية ولكن اتابع الخطورة. شوف القادمة مشهورة في هذه اللحظات. الله الأسماء الله التحديات القادمة، ولكن شعار بن بادي القادم يقدم لنا هجاس سعد بن محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي القادمة في هذه اللحظات في أول نداء. الله هجاس الصباحية هنا شديدة أيضا قادمة، وهناك شرح. الله الأسماء الله التحديات، ولكن بن بادي القادم مع اللحظات الأخيرة يقدم لنا هجاس مع الانتصار، مع الشوط الرئيسي، مع شوط العمانيات. بن دري هجاس. الله يا بن بادي مشكور على هذا الأداء والانتصار. تهانينا والناموس لسعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي على فوز هجاس بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت الصباحية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. ثالث المراكز تهانينا والناموس لمالكي هجاس. المركز الثالث وصلت شرح لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، بينما وصلت في رابع المراكز. نتابع هنا التوقيت الزمني مشاهدين الكرام ولحظة وصول هجاس إلى خط النهاية. 6 دقائق 16 ثانية 83 جزء من الثانية. هنا هجاس خاطفة الشوط الرئيسي للعمانيات. تهانينا والناموس لسعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي، بينما وصلت في ثاني المراكز الصباحية ب6 دقائق 16 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما وصلت في ثالث المراكز شرح ب6 دقائق 17 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الرابع